بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في درس من دروس مبادئ الإحصاء لقسم تقنيات المحاسبة المستوى الأول، الفصل الدراسي الأول، ومعكم تدريس المادة أستاذ مساعد نعيم منخي عودة. نتناول اليوم في هذا الدرس من دروس مبادئ الإحصاء أحد مقاييس التشتت، اللي هو التباين والانحراف المعياري، variance and standard deviation. التباين يرمز له بالرمز S تربيع، والانحراف المعياري S. حقيقة احنا قاعد نقول انه هو مقياس من مقاييس التشتت، وقلنا بالحقيقة مقياسين بس ارتباطهن وثيق، لانه هو التباين هو تربيع للانحراف المعياري، والانحراف المعياري هو جذر التربيعي للتباين، variance and standard deviation. يعتبر التباين أحد مقاييس التشتت الهام، ويعرف بصورة عامة بأنه مجموع انحراف مربعات انحرافات القيم عن متوسطاتها الحسابية. ويحسب هذا المجموع لانحرافات القيم عن متوسطاتها الحسابية كما يأتي. نشوف القانون مالته، إنه هو summation xi ناقص x bar، اللي احنا متعودين نقول sigma xi ناقص x bar، لكن هذا المجموع يساوي صفر دائما، يساوي صفر دائما، لأن القيم اللي تكون إشارتها سالبة يكون مجموعها القيمة المطلقة إلها يساوي مجموع القيمة المطلقة للقيم اللي إشارتها موجبة، وبالتالي إذا نحررها من القيمة المطلقة راح يكون الناتج يساوي صفر دائما. لذلك لابد من حذف الإشارة السالبة لنحصل على مقياس ذي معنى، ما ممكن إنه المقياس راح يكون يساوي صفر. أحد الطرق التي تزيل الإشارة السالبة هي بتربيع هذه الانحرافات في حساب التباين. راح ندرس أولا التباين والانحراف المعياري للبيانات غير المبوبة. يكون قانون التباين للبيانات غير المبوبة كالآتي: S تربيع يساوي summation xi ناقص x بار الكل تربيع على n ناقص 1، حيث ان x بار هذه x بار هو الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي أو المعدل الحسابي للبيانات. N هذه هنا N هو عدد البيانات وليس مجموع، عدد بالبيانات غير المبوبة نتعامل وياها عدد وليس مجموع. أما الانحراف المعياري، هذا قانون من؟ قانون التباين اللي هو S تربيع. أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي للتباين، أي أن الاس هو الجذر التربيعي للاس تربيع ويساوي الجذر التربيعي لهذا المقدار، هذا الكسر بالبسط والمقام، summation xi ناقص x بار الكل تربيع على n ناقص 1. خلنا ناخذ المثال هذا ونشوف. مثال للبيانات ادنى، احسب التباين والانحراف المعياري. القيم عندي 4 2 1 7 6. الحل: نكتب قانون التباين للبيانات غير المبوبة. انتبه لي عزيز الطالب، كل سؤال يجينا يجب انه نكتب القانون بالبداية حتى على ضوء القانون نقدر ان نستخرج المعطيات والمجاهيل ونوجد قيمها. كتبنا القانون: S تربيع يساوي summation xi ناقص x بار الكل تربيع على n ناقص 1. الآن نحسب الوسط الحسابي. ليش نحسب الوسط الحسابي؟ الـ xi هي هاي القيم، هاي x1 هاي x2 هاي x3 x4 x5 مثل ما تعلمنا بموضوع السيجما أو موضوع السميشن. الـ x بار يجب أنه نستخرجه حاليا، وأن قلنا هو عدد البيانات. راح نستخرج الاكس بار، الاكس بار يساوي summation xi على n، هذه بيانات غير مبوبة، للعلم بيانات غير مبوبة، مجموع القيم على عددها، مجموع القيم على عددها، مجموع القيم راح نجمع 4 زائد 2 زائد 1 زائد 7 زائد 6 اللي هم هذولي على عددهم شقد؟ 1 2 3 4 5، هذا عددهم 5 وراح يساوي 20 تقسيم 5 ويساوي 4، هذا الوسط الحسابي راح نخليه هنا هذا مكانه. والآن نكون الجدول التالي.
الاكس بار حتى نتذكر يعني هذه جبناها من الصفحة السابقة، الاكس بار اللي هو الوسط الحسابي يساوي 4، ان عدد البيانات واكرر عدد البيانات وليس مجموع البيانات ويساوي 5. هذا الجدول الاكس اي هي القيم، هاي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5. الاكس اي ناقصا الاكس بار اللي موجود بالباست هو معناها هذه القيمة، كل قيمة من القيم الخمسة ناقص الوسط الحسابي تساوي هذا المقدار. القيمة الأولى 4 ناقص هذا الوسط الحسابي 4، 4 ناقص 4 0. أجل القيمة الثانية 2 ناقص 4 ويساوي سالب 2. أجل القيمة الثالثة 1 ناقص 4 اللي هو الأكس بار ويساوي سالب 3. اللي بعدها 7 ناقص 4 ويساوي هذه الأربعة يساوي 3. وأخيرا 6 ناقص هذه الأربعة على أكس بار يساوي 2. لاحظ أنه طلعت عندي هذا القيم، طلعت عندي هذا القيم سالبة. أنا هسه لو أجمعها، لو أجمعها يكون الناتج 0، سالب 5 موجب 5 0. حتى أتخلص من هذه القيمة اللي راح يكون الناتج بها الصفر ويكون المقياس ذي معنى، راح أربع هذا القيم، معناها هذا القوس راح أسوي حقل جديد، راح أسوي حقل جديد المن لأكس آي ناقص أكس بار، لكن هالمرة تربيع. الصفر تربيع هو صفر، سالب اثنين تربيع. السالب بكل الأحوال أنت يعني لا تفكر بمسألة السالب، من تريد تربع بالحاسبة لا تنقر السالب، لأن السالب بالتربيع راح يروح، السالب في السالب راح يكون موجب. وبالنسبة لك التربيع عزيز الطالب شلون تربع وسهولة العمل بالحاسبة، تنقر اثنين ووراها تنقر على الفي علامة الضرب ورأسا وراء مباشرة يساوي، راح يصير عندك اثنين في يساوي رأسا يطلع لك اربعة. حتى لت بالنسبة للأرقام الكبيرة ماكو داعي نكررها مرتين. سالب ثلاثة ايضا تربيع، التربيع انتبه التربيع ليس في اثنين، يعني سالب اثنين مو تكتب لي هنا سالب ستة وإذا بها هي في اثنين، لا، سالب ثلاثة في سالب ثلاثة، التربيع هو ضرب العدد في نفسه. نعم، الثلاثة تسعة والاثنين أربعة. هسه أستخرج، أستخرج السمشن أو السيجما مالتها، المجموع، المجموع 26. راح أرجع إلى القانون مالتي، القانون مالتي يقول الاس تربيع هو سميشن، هذا سميشن 26 شو يمثل؟ يمثل سميشن اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع اللي هو صار 26 على ان ناقص واحد. الان مو نجمعهن مجموعهن وانما عددهن 1 2 3 4 5، 5 ناقص 1 يساوي 4، 26 على 4 ويساوي 6 وربع. هذا هو التباين الاس تربيع. نجد حاليا هسه راح نوجد الانحراف، الانحراف هو الجذر التربيعي للتباين، الاس يساوي الجذر التربيعي للاس تربيع. الاس تربيع ايش قد طلع عندي؟ 6 وربع. اذا S يساوي الجذر التربيعي ل 6 وربع ويساوي لنا 2.55%، وبهالحالة انتهى سؤال التباين والانحراف المعياري للبيانات غير المضروب. نجي ثانيا إلى البيانات المضروبة. إذا كانت مراكز الفئات في توزيع تكراري معين هي الأكس 1 الأكس 2 الأكس 3 إلى أكس N، هذه مراكز الفئات، ونعرف شلون نستخرج مراكز الفئات. مراكز الفئات هي الحد الأعلى زائد الحد الأدنى تقسيم 2، وكذلك التكرارات المقابلة لها هي F1 F2 F3 إلى Fn، يقابل X1 تكرار F1 أكيد، X2 تكرار F2، وهكذا إلى Xn. شوف آخر العدد مالتهن وليس المجموع يساوي Xn تكرارها Fn. التباين هنا راح يكون اس تربيع المن للبيانات المبوبة، للبيانات المبوبة قانون شنو؟ قانون اس تربيع يساوي سميشن او سيجما اف اي في اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع على ان ناقص واحد. شنو الاختلاف بين هذا القانون وقانون البيانات غير المبوبة؟ سهولة الحفظ فقط الاف اي. البيانات المبوبة هي جداول تكرارية، اذا التكرار موجود، بينما البيانات غير المبوبة
هي غير مجدولة، هي غير مجدولة وغير منظمة بجداول، لذلك ما بها تكرارات. نشوف انه الاف اي الاختلاف بين قانون التباين للبيانات المبوبة وقانون التباين للبيانات غير المبوبة هو وجود الاف اي بالبيانات المبوبة، حيث ان هسه نجي نترجم عناصر هذا القانون. الاف اي هذه هي التكرار، الاكس اي هسه صارت مركز الفئة، في حين بالبيانات غير المبوبة الاكس اي هي القيم اكس 1 اكس 2 اكس 3 وهكذا. الاكس بار هذا الاكس بار هو الوسط الحسابي، والان مجموع التكرارات هنا بالبيانات المبوبة راح يصير مجموع التكرارات، لانه شنو؟ لانه انا عندي فئات، صارت فئات مو بيانات. هنا الان هو نفس summation fi او سيجما fi. خلنا ناخذ هذا المثال، مثال للتوزيع التكراري الآتي: احسب التباين والانحراف المعياري. لاحظ احنا بالبيانات غير المبوبة ما قلنا للتوزيع التكراري، قلنا للبيانات ادنى، في حين هسه نقول للتوزيع التكراري. التوزيع التكراري هي جداول التوزيع التكراري. هذا هو التوزيع التكراري، عندي 6 فئات، هذه الفئة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وهذه تكرارات. مطلوب من عندي احسب التباين والانحراف المعياري. خلي اشوف الخطوات مالته. الحل نكتب القانون اولا. انا ذكرتها قبل قليل انه ما ممكن ابدي بحل السؤال او افهمه او اقدر اسلسل افكاري بالحل قبل ما اكتب القانون. يجب ان اكتب القانون. القانون التباين الاستربير يساوي لنا summation fi، صارت هنا fi لانها بيانات مبوبة، في اكس اي ناقص الاكس بار تربيع على ان ناقص 1. على ضوء القانون نكون الجدول التكراري. هذا القانون هو اللي راح يحدد لنا الجدول. نحتاج اولا الى الوسط الحسابي. ليش احنا راح نستخرج الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي اللي هو هذا الاكس بار، الوسط الحسابي كقيمة نهائية، كناتج نهائي ما ممكن أخليه بالجدول، لأنه الوسط الحسابي هو ما يخص فئة دون الأخرى، وإنما يخص جميع الفئات. وسط الحسابي لجميع البيانات ابتداء من الحد الأدنى للفئة الأولى انتهاء بالحد الأعلى للفئة الأخيرة اللي هو هذا المدى. فنستخرج الوسط الحسابي قيمته النهائية خارج الجدول، بس معطياته ومكونات القانون مالته لا، راح نستخرجها من الجدول وننشئ لها أعمدة وحقول خاصة بها، وراح نشوف بالمثال اللي يجي. الوسط الحسابي للبيانات المبوبة الأكس بار هو summation xi fi. summation xi fi معناتها xi في fi، مركز الفئة في تكرارها، مركز كل فئة في تكرارها على summation fi، وهو معناه انه مجموع مراكز الفئات مضروبة في تكراراتها على مجموع التكرارات. فنوفر كل عناصر القانون، هذا القانون، وبعدين من نستخرجه اللي راح تكون هاي قيمته نستخرج عناصر هذا القانون كالآتي. حتى نتذكر خلي نكتب القانون، قانون التباين فوق، وعلى ضوءه نوفر عناصر القانون. القانون يقول قبل كل شيء خلي نخلي الجدول، الجدول مال الفئات مالتنا هذا اللي مطينا اياه بالسؤال، هذا هو السؤال المعطى، هذه تسلسل الفئات والتكرارات هاي معطى بالسؤال. اجي الاف اي هي هذه الاف اي، شوف انا هسه راح اشوف القانون وانتقل للجدول. القانون يكون لي الجدول، وبعدين الجدول ينطيني القيمة النهائية للتباين. اذا اكو فد علاقة مشتركة بين القانون والجدول والجدول والقانون. الاف اي هذه الاف اي، الاكس اي، الاكس اي مركز الفئة، مركز الفئة ما منطيني اياه بالسؤال، راح انشئ حقل خاص لمركز الفئة، هذا مركز الفئة، سويت له حقل خاص به. مركز الفئة شنو؟ نجي للفئة الأولى، الحد الأدنى زائد الأعلى تقسيم 2، 6 زائد 10 16 تقسيم 2، مو هذا 2، هذه عن طريق الصدفة،
تقسيم 2 قانون يساوي 8، هذه 8 مركز الفئة الأولى. نجي للثانية، 11 زائد 15 تقسيم 2 ويساوي 3 13، 11 زائد 15 26 تقسيم 2 13، 16 زائدا 20 36 تقسيم 2 18، هذا المركز الفئة الثالث، وهكذا مركز الفئة الرابع ومركز الفئة الخامس ومركز الفئة السادس. أرجع للقانون، الـ XI وجدتها، الـ FI وجدتها، والـ XI وجدتها. أجي الـ X بار، الـ X بار هو شنو؟ الـ X بار هو الوسط الحسابي للبيانات المبوبة. أنا عندي بيانات مبوبة اللي هو أعوف هذا مؤقتا، أعوف هذا القانون مؤقتا، وأروح إلى قانون استجد عندي لأن هنا قيمته موجودة بالبسط، يجب أن أنهيها، يلا أرجع أستسلسل بهذا القانون. الـ X بار اللي هو الوسط الحسابي يساوي summation XI FI على summation FI. خل أجل الجدول مالتي، summation يعني مجموع، قلنا كل مجموع بالجدول راح نلقاه بالأسفل مالت. الـ XI FI وين؟ وينها؟ ما عندي، راح أنشئ لها حقل جديد أو عمود جديد للـ XI FI، معناها XI في FI حاصل ضرب مركز الفئة، هذه مراكز الفئات في تكرارات، 8 في 2 16، 3 في 4 52، 8 في 6 108، 23 في 3 69، 28 في 2 56، و 33 في 1 33. أرجع للقانون، احنا قلنا هذا معطلي مؤقتا، هسه ننطيه إيقاف مؤقت. أرجع للقانون، شو تريد يا قانون؟ يريد summation XI FI. وجدت الـ XI FI، قلنا كل summation لمقدار راح نلقاه بالأسفل مالته. إذن summation الـ XI FI جمعتهم وجدتهم 334. أرجع للقانون، بعد شبيه القانون بيه المقام اللي هو summation الـ FI. وين الـ FI؟ هذه قلنا summation وين نلقى مالته؟ بالأسفل. هذه هو summation الـ FI اللي يساوي الـ 18. خلاص القانون الوسط الحسابي توفرت عناصره. لاحظ القانون وفر للحقول، الحقول انطتني قيم جاهزة ورجعتها للقانون، علاقة مشتركة. إذا الـ X بار يساوي summation XI FI اللي هي 334 على summation FI اللي هي على 18، وراح نكتبها summation العفو الـ X بار يساوي 334 هذا البسط اللي هو هذا على summation أو sigma FI اللي هي هذه وتساوي 18.5. 18.5 أنا قبل قليل قلت إنه الوسط الحسابي ما يخص فئة، شوف أنا استخرجته خارج الجدول. ليش؟ لأنه مو خاص لفئة معينة دون الأخرى، وإنما خاص لجميع الفئة، للجميع الفئات ولجميع القيم، من الحد الأدنى للفئة الأولى إلى الحد الأعلى للفئة الأخيرة، هذا وسط الحساب. واضح؟ أرجع إلى قانون، انتهى الوسط الحسابي، أرجع إلى قانون الـ X بار وجدت. الآن إحنا قلنا إنه هي سيجما أف آي نفسها، هذا انتهى المقام. أرجع إلى هذا البسط، هذا البسط بعلاقات، علاقات ضرب وطرح وتربيع رفع لأس 2. خل أشوف شلون. أول ما أجي راح أستخرج هذا القوس بدون تربيع اللي هو أكس آي ناقص أكس بار، راح أسوي لحقل، أنشئ لحقل جديد اللي هو الـ XI ناقص الـ X بار، يعني مركز كل فئة، مركز كل فئة هذه ناقص وسطها الحسابي. لاحظ أن الوسط الحسابي ظل خارج الجدول، مركز كل فئة ناقص وسطها الحسابي. أجي 8 ناقص 18.5، القيمة راح تطلع لي سالب 10.5 بالسالب. ليش؟ لأنه المطروح أكبر من المطروح منه، أكيد راح يطلع سالب. نجي للثانية، الـ XI الثانية الـ XI2 هي 13 ناقص 18.5 اللي هو الـ X بار راح يطلع لي سالب 5.5، أيضا المطروح أكبر من المطروح منه. نجي لـ 18 الـ XI الثالثة
هذه ناقص الاكس بار اللي هو 18 ونص سالب نص. هسه القيم راح تكبر، راح يصير المطروح منه اكبر من المطروح، فالقيم تطلع موجبة. 23 ناقص 18 ونص 4 ونص. 28 الاكس اي ناقص الاكس بار 18 ونص راح تصير 9 ونص. 33 اللي هي الاكس اي ناقص الاكس بار هذه 18 ونص ويساوي لي 14 ونص. هل انه هذا يريدها القانون هالشكل؟ لا، ما يريدها القانون، يريدها مربع. اذا انا راح انشئ حقل جديد الما للاكس اي ناقص الاكس بار تربيع. هذه القيم اربعها. ليش اربعها؟ لانه قلنا احنا حتى نتخلص من القيم السالبة، وأنه كون هذه القيم نتيجتها راح تكون صفر، راح أربعها حتى أتخلص من الإشارة السالبة. هذا الأكس آي ناقص الأكس بار هذا القوس، هذا القوس تربيع، معناته هذا القيمة تربيع، سالب 10 ونص تربيع 110 وربع. خلي نتوقف هنا قليلا، لأنه احنا عندنا أغلب الطلاب أو بعض الطلاب استخدامه للحاسبة ضعيف، الحاسبة اليدوية أو الشخصية اللي يستخدمها بالامتحانات ضعيف، ما مارس عليها وما شايفها بالإعدادية، كانت ما مسموح بالامتحانات، هسه مسموح. السالب قلنا إذا تريد تربع لا تنطر السالب بالحاسبة، لأن هو أوتوماتيكيا راح يختفي، سالب في السالب يصير موجب. العشرة ونص هذه كقيمة ماكو داعي أقول عشرة ونص في عشرة ونص، أنطر الرقم مرتين، ولربما بالمرة الثانية أخطأ، ولربما أنسى الفارزة ما أشوفها وأكتبها 105 بدل ما أكتبها 10.5 أكتبها 105. لويش هذا الإشكالات تصير عندي؟ رأسا أقول 10.5 في يساوي، رأسا في يساوي راح يطلع عندي العدد تربيع. أيضا سالب 5 ونص في السالب قلنا نعوفه، 5 ونص في يساوي، يساوي لنا 30 وربع. النص في بين، هو نص في نص أكيد ربع، والأربعة ونص في يساوي اللي يعني هي التربيع 20 ونص، والتسعة ونص نربعها بنفس الطريقة 90 وربع، والأربعة عشر ونص راح نربعها 210 ونص. أنا هسه وجدت هذا المقدار اللي هو هذا القوس بدون تربيع، رجعت للقانون لقيته تربيع، ربعت هذه المقادير السالبة والموجبة وتخلصت من الإشارة السالبة. بس شوية هنا خلي ينتبه الطالب، لأنه الأرقام قامت تكبر، يعني الراد التعامل معها بحذر، يعني نقرت إيد غير مقصودة على زر من أزرار الحاسبة راح ينطيك رقم أو ناتج خاطئ، فإراد أن نكون حذرين بالنقر على الأرقام بدقة. أرجع، هل إنه القانون فقط بهذا القوس تربيع؟ لا، ما بهذا القوس تربيع، بالأف آي نوب مضروب، معناتها الأف آي، هذا الأف آي القيم تنضرب في هذا القوس الجديد أو هذا المقدار الجديد، هذا القوس تربيع. راح حسش أسوي أنشئ حقل جديد للأف آي في هذا القوس تربيع. أنشئت هذا الحقل الجديد اللي هو الأف آي في الأكس آي ناقص الأكس بار الكل تربيع. أنا الأكس آي ناقص الأكس بار الكل تربيع نطلعها، نجهزها قيم، نجهزها قيم. راح إيش أسوي؟ مجرد أضرب الأف آي في هذا المقدار، 2 في 110 وربع يطلع 220 ونص. 4 الاف اي الثانية او الاف 2 4 في 30 وربع راح يساوي لي 121، اللي بعدها 6 الاف اي في هذا القوس تربيع يطلع لي 1 ونص، اللي بعدها 3 هذه الاف اي في هذا القوس تربيع يطلع لي 60.75، وما قبل الاخير 2 في 90 وربع يساوي لنا 180 ونص، وأخيرا التكرار الأخير هو 1، والقوس هنا تربيع الأخير هو 210 وربع في 1 هي نفس. أرجع للقانون، خلاص نعم خلاص هسه
الاف اي في الاكس اي ناقص الاكس بار تربيع هو هذا. الان هي نفسها سيجما اف او سميشن الاف اي، سميشن الاف اي خلص. هسه مجرد بس اوجد السميشن او السيجما، الجمع، الجمع قلنا دائما بالبيانات المبوبه بالحقول كل حقل السيجما مالته او السميشن مالته راح القاه بالاسفل مالته، وبهالحاله اني جمعت هاي الارقام، جمعت هاي الارقام صارت النتيجة أو كانت النتيجة 794.5. أرجع للقانون، لاحظ العلاقة المشتركة، قانون جدول، جدول قانون، واحد يغذي الثاني، القانون أنشأ لي جدول، الجدول كمل البيانات وغذاها لمن؟ غذاها للقانون. شوف شلون هالصراحة نشوف القانون راح تجي القيم جاهزة من الجدول، الجدول منو اللي سواه؟ سواه القانون. إذا القانون أنا إذا أحفظه بشكل دقيق وأتابع عناصره بشكل دقيق راح يكون حلي جدا بسيط. راح القانون بعد ما كدعي أكتبه، راح أكتب القيم، البسط هذا البسط، والمقام هنا الآن بس خلي ينتبه الطالب إنه أكو سالب واحد، يعني هذا 18 ناقص واحد تصير 17. إذن الأس تربيع هذه ما كدعي أكرر القانون لأن القانون يمي، السميشن اف اي في اكس اي ناقص عن الاكس بار تربيع اللي هو البسط هذا 794.5. الان ناقص واحد اللي هي هذه 18، هذه 18 ناقص واحد تساوي 17، اقسمها بالحاسبه راح اجد انه التباين هو 46.74%. هذا هو التباين، هذا هو التباين. الانحراف المعياري، الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين ويساوي الجذر التربيعي، التباين وينه؟ 46.74، راح اجيبه وخليه تحت الجذر. بعض الحاسبات، بعض الحاسبات تنقر الجذر، يلا تنقر العدد ينطيك القيمة، ولكن هناك حاسبات علمية اللي هي ساينتفك كالكوليتر شوية بها هذه، بها الساين وبها الكوساين وبها الدوال الأسية، يعني شوية علمية معقدة وأنا ما أنصح للطالب بها، يستخدم الحاسبة البسيطة الاعتيادية اللي موجودة بالسوق متداولة جدا بسيطة، بها بس العمليات الأربعة زائدا الجذر التربيعي. ذيك الحاسبات العلمية لا تنقر أول مرة الجذر، يلا تكتب الرقم. فأريد الطلاب ينتبهون يجرب الحالتين، يعني بحاسبته شنو نوعها، تكتب الرقم يلا تدوس الجذر تطلع لك النتيجة، لو تنقر الجذر يلا تدوس الرقم وتطلع لك النتيجة، وهذه ممكن تجربها قبل الامتحان حتى تعرف حاسبتك من يعني. إذن الأس يساوي أن الجذر التربيع للأس تربيع، ويساوي الجذر التربيع ل 46.74%، والنتيجة النهائية من طلعناها من تحت الجذر تساوي لنا 6.83، وهذا هو الانحراف المعياري لهذا التوزيع التكراري. وبهاي النقطة نكون قد نهينا موضوعنا لهذا اليوم اللي هو التباين والانحراف المعياري اللي أخذنا للبيانات المبوبة والبيانات غير المبوبة. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.